السيد الرئيس عبد السيسي التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتوره رانيا النشاط وزيره التعاون الدولي نتابع نشاط السيد الرئيس ثم فاصل واستقبل ضيوفي الكرام الكاتب الصحفي الكبير استاذ حلمي النمنم وزير الثقافه الاسبق الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عماد الدين حسين عضو مجلس امناء الحوار الوطني رئيس تحرير جريده الشروق كاتب الصحفي الكبير جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس تحرير مجلة الأهرام العربي اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتوره رانيا المشاط وزيره التعاون الدولي. المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي صرح بان الاجتماع تناول الجهود الوطنيه لتعزيز اطر التعاون الدولي متعدد الاطراف والثنائي من خلال تفعيل الدبلوماسيه الاقتصاديه وخاصه ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر حيث اوضحت الدكتوره رانيا المشاط في هذا السياق أنه تم توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري بقيمة 10.3 10 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية في صورة دعم مالي وفني وفي هذا الإطار اطلع السيد الرئيس على تطورات تنفيذ منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص الذي يعد أول منصة متكاملة تربط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص ويحتوي على مختلف الخدمات التي يقدمها التنمية سواء على مستوى الدعم المالي أو الفني والاستثمارات والتمويلات التنموية الميسرة وبرامج التدريب وبناء القدرات. كما تناول الاجتماع عرض اهم ملامح التقرير السنوي لوزاره التعاون الدولي منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات الذي يتضمن نتائج الشراكات الدوليه مع شركاء التنميه والتمويلات التنمويه الميسره وياتي في اطار حرص الحكومه على تعزيز مبادئ الشفافيه والحوكمه ضمن اطار التعاون الدولي والتمويل الانمائي. واوضح المتحدث الرسمي ان الاجتماع تطرق الى تطورات برنامج نوفي خاصه نتائج الاجتماع بين الحكومه وممثلي مؤسسات التمويل الدوليه وشركاء التنميه لمتابعه اداء البرنامج حيث صدر بيان مشترك مع شركاء التنميه عن المنصه الوطنيه لبرنامج نوفي اشاد بالسياسات القطاعيه التي انتهجتها الحكومه لتحفيز مشاركه القطاع الخاص في المنصه وقرر الحكومه بتحديث مساهماتها المحدده وطنيا لتسريع الانتقال نحو مسار تنميه منخفض الكربون فضلا عن نجاحها في ابرام اتفاق مبادله الديون مع المانيا لتمويل محور الطاقه بالبرنامج مع تاكيد ان منصه نوفي تقدم نموذجا عمليا يحتذى به لحشد الاستثمارات المناخيه على نطاق واسع وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال الاجتماع بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية مشددا على أهمية التركيز على تعزيز الاستثمارات في رأس المال البشري وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كافة مناطق الجمهورية ومؤكدا كذلك الدور الرئيسي القطاع الخاص في تحقيق التنميه الشامله في مصر وحرص الدوله على تفعيل دوره ودعمه